السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاك. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن ازاي الجسم بيخزن دهون او ازاي الدهون بتتخزن في الجسم وبتتراكم في الجسم. خلينا بس نبتدي بس في الاول خالص ان الدهون بتميل ان هي تخزن دهون اكتر. يعني جسمك عموما عبارة عن مخزن لا متناهي، يعني غير متناهي اساسا، اللي هو بيحب اساسا يخزن دهون، علشان لو لا قدر الله وقع في حالة مجاعة او حالة مثلا مفيش اكل يبتدي يحرق في الدهون اللي عنده دي. بس باختصار شديد. ثانيا، لو انت فاكر ان في الفيديو ده ان انا هتكلم عن ان انت تبعد عن يعني الاكل اللي هو دسم او الاكل اللي مليان سمين او دهن، فالكلام ده غلط. 95% من اللي هيتفرج من اللي بيتفرج دلوقتي عليا من الجمهور عنده معلومات خاطئة عن تراكمات قديمة، عن افكار قديمة في الثقافة المصرية بتاعتنا او الثقافة العربية. فان شاء الله في الفيديو ده حاول اعدل كل حاجة ان شاء الله، فتابعني في الفيديو ده ان شاء الله. يلا نبدأ الفيديو، يلا بينا. زمان قبل 1970 كان العلماء كانوا بيتفقوا كلهم على حاجة معينة اللي هي السعرات الحرارية، بمعنى ان انت لو اكلت مثلا اكل معين ده بينتج سعرات حرارية معينة، وعلى اساس الموضوع يعني انت مثلا لو اكلت حتة لحمة بيبتدي مثلا يديك مثلا وليكن 50 سعر حراري او 40 سعر حراري. بس ده كان مجمل عام، ما كانش سبيسيفيكلي او اللي هو كان متخصص لجوه، كان من بره بس. المهم بعد 1970 قالوا لا، الموضوع ده مش اكيوريت قوي او مش دقيق بالظبط، فاحنا عايزين نحسبها بالظبط. نحسبها عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس. جلايسيميك اندكس، اعرف اسمع يعني احفظ الكلام، احفظ الجمله دي زي اسمها جلايسيميك اندكس، او اللي هو المؤشر السكري. المؤشر السكري اللي هو ايه؟ ده حاجه بسيطه جدا اللي هي ايه، بتقيس نسبه السكر في الدم لما بتاكل اكل معين. وطبعا كل ما بتاكل اكل فيه نسبه المؤشر السكري قليله، دي بتقلل لك حجم الدهون في الجسم وفي نفس الوقت بتخليك تخس. طب ايه هو المؤشر السكري؟ المؤشر السكري ده بحاجه بسيطه جدا، ان انت بتحسب لو انت مثلا اكلت حاجه معينه بيقيس فيها، اكلت مثلا وليكن رغيف فينو مثلا، طبعا السكر في الدم بيعلى وهكذا. ده بيقيس نسبه السكر في الدم نتيجه اكلك اكل معين. طب ايه اللي بيحصل بقى في الجسم عشان يخزن دهون؟ انا هقول لك اللي بيحصل في الجسم عشان الدهون بتتراكم في الجسم او بتتخزن في الجسم. بيحصل ايه لما انت بتاكل اكل معين وليكن مثلا رغيف فينو اللي احنا حكيناه من شويه، تمام؟ ده بيعلي نسبه السكر في الدم، تمام؟ الرغيف الفينو ده بيعلي نسبه السكر في الدم، فيضطر حاجه اسمها عضو اسمه البنكرياس يفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين علشان يلم السكر اللي في الدم ده وبعد كده يوزعه على الخلايا. طب افرض الخلايا اللي هي العضلات والقلب والرئه والتنفس وكل حاجه، طب افرض السكر اللي في الدم ده اكتر من احتياجنا، فيضطر السكر الزياده ده يتنقل في هيئه خلايا دهنيه. عشان كده الخلايا الدهنيه بتميل يعني تخزين الدهون اكتر واكتر، عشان الجسم اساسا بيحب تخزين الدهون. بس هو ده يعني ده ابسط ما يكون. طب دلوقتي ايه اللي بيخلي المؤشر السكري يعلى قوي لفوق او يقلل لفوق او ينزل لتحت وهكذا؟ المؤشر السكري مقسوم ثلاث حاجات، مقسوم يعني العلماء قسموه ثلاث مراحل، في مرحله قليله وفي مرحله متوسطه وفي مرحله مرتفعه. احنا طبعا احنا يعني انت دلوقتي احنا عايزين نخس وعايزين ما نخزنش دهون على جسمنا، فلازم نبعد عن المتوسطه والمرتفعه. المتوسطه والمرتفعه دي اللي هي ايه؟ ابعد عن اي حاجه فيها نشويات وسكريات. النشويات هي الكربوهيدرات، الكربوهيدرات والسكريات، بمعنى اي حاجه معموله بنشا ابيض شيلها، اي حاجه عيش ابيض، عيش اسمر اللي هو العيش السن ده برده مش كويس، يعني العيش السن ده بيعلي نسبه السكر في الدم. المكرونه، الرز، العيش المعجن، اي حاجه اللي هي المعجنات اللي تتباع في الفرن او تتباع في اي حاجه، المعجنات، الدوناتس، الكلام ده كله، والسكر طبعا. لان طبعا انت لما بتاكل الحاجات دي النسبه المتوسط بتاعها من احنا قلنا القليل، يعني المستوى القليل اللي هو من 0 ل 55، بعد 55 لحد 70 ده بيبقى المتوسط، من 70 فيما فوق او من لحد 75 فيما فوق ده العالي، فاحنا مش عايزين نوصل. فالمتوسط والعالي ده بيحتوي على العيش الابيض والعيش الاسمر. طب انت بتقول لنا امنع ليه كده؟ يعني امنع ليه كده؟ انا على فكره بقولها لك لنفسك، انا كنت محمد تحسين، انا كنت 95 كيلو او 94 وشويه 94 كيلو، نزلت ل 79 كيلو. نزلت ليه؟ لان انا عايز اوصل لحاجه معينه. اعرف عن الجلايسيميك اندكس او المؤشر السكري، مش لازم تسمع مني انا، اسمع من اي حاجه، خش على اليوتيوب، اكتب على السيرش جوجل، اكتب على اي حاجه المؤشر السكري واعرف تفاصيله كويس.
المؤشر السكري ده لو انت عرفته وعرفت طريقه تفاصيله وعرفت جسمك بيشتغل ازاي، خد بالك احنا عندنا من ضمن المعتقدات الغلط ان احنا عايزين نخس ننزل ناكل نجيب مثلا عيش سن وجبنه وخضار ونبتدي ناكلهم، تمام؟ وطبعا عشان العيش سن احنا واخدين فيدباك عليه قديمه او واخدين حاجات يعني متراكم عندنا حاجات قديمه عنه ان ده عيش ما بيتخنش، فطبعا احنا عمالين ناكل 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 وبننسى نفسنا، فده بيتخنك اكتر. يعني انت عارف ان ده يقول لك ان السعر الحراري بتاعه قليل او صمات السن او اي حاجه، فطبعا انت بتاكله علشان تخس، فلا فانت عشان عندك ادراكك ان ده قليل فانت بتاكل منه كتير فانت بتتخن اكتر، تمام؟ دي من ضمن المفاهيم الغلط. من ضمن المفاهيم الغلط ان الدهن بيتخن، الدهون او السمنه او الزيت بتتخن، لا ده بالعكس دي بتخسس. انا هقول لك ليه. الدهون احنا دلوقتي لو احنا كلنا كربوهيدرات، احنا قلنا دلوقتي نبعد عن الكربوهيدرات والسكريات، لان لما انت بتاكل الكربوهيدرات والسكريات، اولا الكربوهيدرات والسكريات بيتحولوا لحاجه اسمها جلوكوز، جلوكوز مش كولوكوز، جلوكو بالجيم جلوكوز. لما انت يعني لما الاكل بيخش في بقك بيبتدي يتفرز حاجه اسمها سلايفا اللي هي اللعاب، ويبتدي يفتت الاكل ده كله وينزل، بينزل لحاجه اسمها بينزل طبعا بيخش بقى طبعا في مرحله الهضم، فبينزل في هيئه اسمها جلوكوز. الجلوكوز ده اول ما البنكرياس يحس ان في سكر في الدم اللي هو الجلوكوز ده يبتدي يفرز الانسولين، فيبتدي الانسولين يفرزه بكثره علشان طبعا الاكل اللي بيبقى داخله فيه سكر كتير، فيبتدي ياخده ويوزع على الخلايا. طب تمام، طب الخلايا خلاص اكتفت اللي هي العضلات والرئه والتنفس وكل حاجه، يبتدي بقى هو يخزنها في الدهون، الخلايا الدهنيه، فتبتدي انت كل شويه عمال تزيد 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 من حاجه انت متخيل ان هي بتخسس زي العيش السن، تمام؟ نيجي بقى للدهون. الدهون ما بتتخنش ليه؟ هقول لك، الدهون بتتعامل معامله تانية غير اللي انت بتعمل. اولا انت لما بتاكل الدهون السلايفا او اللي هي اللعاب اللي في الجسم ما بيعرفش يفتتها، فبتنزل كلها مره واحده، فلما بتنزل كلها الحته اللي انت بتاكلها وانت بتقطعها، فلما بتنزل كلها مره واحده في البطن بتبقى بطيئه الامتصاص، الاكل ده بيبقى بطيء الامتصاص، فالبطن بتاخد فتره كبيره قوي عقبال ما بتهضمها، وعقبال ما يعني ما بتبتدي تكسر في الخلايا الدهنيه دي او الدهون اللي نازله دي. فهو ده اللي بيحصل. انت ممكن علشان الاكل زي الكربوهيدرات والسكريات عشان سريعه الامتصاص، خد بالك اعرف كده اي حاجه بطيئه الامتصاص دي حاجه كويسه، سريعه الامتصاص دي حاجه وحشه. السكريات والكربوهيدرات عشان سرعه الامتصاص او سريعه الامتصاص، اول ما بتنزل الجسم يبتدي الجسم يكسرها بسرعه، او البطن يعني اللي هي الهضم يكسرها بسرعه، وتبتدي بعديها تحس بالجوع تاني. يعني انت لو اكلت اي حاجه مثلا زي كربوهيدرات او سكريات هيبتدي الجسم يكسرها بسرعه، بعديها بثلاث ساعات ولا ساعتين تبتدي الجوع تاني. غير بقى الدهون، لما بتاكل دهون بتحس بشبع لفتره طويله علشان الدهون ما بتعليش السكر في الدم. انا هحط لكم دلوقتي مؤشر هقول لك ان اعلى حاجه بتعلي السكر في الدم اللي هي الكربوهيدرات والسكريات، اللي بعديها البروتينات، ثالث حاجه الدهون. الدهون دي ما بتعليش السكر في الدم نهائي، عشان كده كل اي حاجه فيها دهن، لو اكلت لحمه وعليها دهن كلها، لو فراخ بالدهن كلها، وهكذا، علشان دي مش هتخزن لك دهون. انت اهم حاجه دلوقتي في الفتره اللي انت فيها دي انت عايز تخس، فنخس ان انت هتقول لا انا مش عايز خسسان ان انا امتع كل حاجه، ما انت لازم تمنع عشان توصل. انا منعت في الاول بس ابتديت دلوقتي يعني ايه افتح الحنفيه قطرات بسيطه، فانت لازم تعمل كده. الا طبعا لو انت براحتك بقى، دي حاجه بتاعتك انت، ده جسمك انت وانت حر فيه. انا بديك المعلومه ان الكربوهيدرات والسكريات دولت غير امنين على الجسم، لان انت لما بتاكلهم بيعلوا السكر في الدم، والسكر لما بيعلى بيبتدي البنكرياس يفرز الانسولين، وكل ما الانسولين يبقى في الدم يبقى في مشكله، الدهون بتكتر. لكن لما بتيجي تاكل اكل ما فيهوش كربوهيدرات او سكريات يبتدي يترفع الانسولين رفعه بسيطه كده، يعني السكر كده كده بيترفع، بس طبعا بيترفع السكر على حسب طبعا الكاتيجوري او المستوى اللي هو فيه، زي ما انا قلت مستوى منخفض ومرتفع، مستوى منخفض ومتوسط ومرتفع، يبتدي السكر يترفع بسيط، تمام، يبتدي الانسولين يظهر بكميه بسيطه، بعد كده يتمنع خالص. بعد ساعتين او ثلاثه من الاكل يبتدي يظهر حاجه اسمها هرمون اسمه الليبتين او الليبتين هرمون، يبتدي ياكل في الدهون اللي عندك اللي متخزنه من بدري. هو ده اللي بيحصل. ما تاكلش دهون، ما تاكلش قصدي كربوهيدرات وسكريات، ده عشان خاطرك انت مش عشان خاطر حد. حاول في اول شهر كده ان انت تمنع الكربوهيدرات والسكريات، كربوهيدرات اللي هي النشويات اللي هي العيش السن، العيش الابيض، اي حاجه معموله بنشا، بطاطس، رز ابيض، رز بسمتي، مكرونه، امنع الحاجات دي، امنعها منعا بتاتا في خلال اول شهر. في ناس مش هتقدر، انت لازم تقدر عشانك انت مش عشاني انا.
انت لازم تقدر، عشان انت ممكن تحس ان وزنك زاد قوي. انا لما لقيت وزني زاد 95 كيلو ما بقيتش اعرف اطلع سلم، اطلع سلم بنهج، بقيت احط ايدي على بطني بتعب، ايدي دي نفسها بطني على طول كانت منفوخه وعندي القولون، وبطني على طول كانت بتعمل اصوات. ده ليك انت مش لي انا. حاول تمنع الكربوهيدرات والسكريات، تمنعهم منعا بتاتا، وتبتدي تاكل اكل فيه دهون، فيه دهون، فيه زيت زيتون، اكل فيه بروتينات. طب اكل ايه؟ كل مثلا فول ببيض، اكل مثلا بيض مسلوق كتير. انت على فكره البيض المسلوق كتير كان على حسب دكتور اسمه دكتور اندريا بيقول لك انت بعد ال 36 بيضه في اليوم بيجي لك الكوليسترول الضار، واحنا عمرنا ما هنوصل ل 36 بيضه. اصل في ناس تيجي تاكل تقول لك انا عايز اكل بيض بس خايف من الكوليسترول، لا كل بيض على قد ما تقدر، كل اربع خمس بيضات في اليوم مش تفرق. انت على حسب دكتور اندريا والله كان بيتكلم بيقول لك بعد 36 بيضه يبتدي يجي لك الكوليسترول الضار. لا انا عمري ما هوصل اصلا لاربع بيضات او خمس بيضات، لا ده انا يعني هاكل على قدي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت حاول تبعد عن الكربوهيدرات والسكريات، حاول تبعد على قد ما تقدر، وانا هحاول احط لكم في الديسكريبشن تحت الحاجات اللي تبعد عنهم، اللي هو قصدي الحاجات المسموح والحاجات المضره. المضره دي او اللي هي هتتعبك دلوقتي وانت مثلا حجمك يعني مثلا وزنك تقيل او وزنك مثلا فيه زياده في الوزن، انا هحط لك دلوقتي الحاجات المنخفضه والمتوسطه والمرتفعه اقول لك ابعد عنهم تماما، هحطها لكم في الديسكريبشن تحت، واتمنى تستفيدوا. ولو في اي حاجه عايزين تسالوا عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وطبعا طبعا ما تنساش تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناه، وما تنساش طبعا يعني لو الفيديو عجبك قوي تشيره ما بين الناس وتنشره ما بين اصدقائك اللي هم ممكن عايزين يخسوا بس مش عارفين. ابعد ابعد عن الكربوهيدرات او النشويات والسكريات على الاقل على الاقل في اول شهر. اول شهر لما تحس بفرق ان انت خسيت مثلا 6 7 كيلو هيفرق كتير قوي قوي في حياتك. بس ده تخزين الدهون. كان معكم محمد تحسين من قناة الشرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.